السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. بعد هذا التوقف الذي دام تقريبا شهرين نتيجة للتبليغات اللي وقعت على قناتي يوتيوب وتم إغلاقها، والتبليغات اللي وقعت على صفحتي فيسبوك وتم منعي من التعليق مدة 3 أشهر، أعود من جديد وأقول لهؤلاء المجرمون: راهو مهما أغلقت قنواتي ومهما بلغت عليهم، راني سوف أعود كل مرة أقوى وأقوى، وهذه حقيقة شفتوها ومازلتوا باش تشوفوها. في الحقيقة حليت 3 قنوات: قناة أخرى على اليوتيوب، وقناة على الديلي موشن، وعملت موقع خاص وضعت فيه كل الفيديوهات متاعي، وتلقاو الربط تحت هذه الفيديو وتحت كل الفيديوهات متاعي. إذن أقول لهؤلاء الذين يريدون أن يطفئون نور العقل ويطفئون الحرية ويخليوا العالم في ظلمات الإسلام الجاهل، إنكم ما تنجموش مهما فعلتم، لأن صوت يسكت 10 يطلع، وانتم ما تعرفوا هذا. لا يمكن أن تمنعوا الحرية مهما فعلتم، مهما فعلتم. والفكر متاعكم الأحادي، الفكر متاعكم الجاهلي، الفكر متاعكم الإرهابي فكريا واجتماعيا وجسديا لن ينتصر، لأنكم ضد التاريخ وضد الوعي وضد التطور وضد العلم. إذا مهما فعلتم ومهما كان عددكم، سوف تنتهون في يوم من الأيام وتصبحون من التاريخ. أي إيديولوجية لا تتقدم تتأخر، أي فكر لا يقدم الجديد سوف يموت، وهذه حقيقة، وسوف تشاهدونها عما قريب بأعينكم. به أنا في الحقيقة اليوم أستغل 8 مارس أذار 2015 وهو اليوم العالمي للمرأة لكي أتكلم عن المرأة، رغم اللي تكلمت في كثير من الفيديوهات على المظالم الذي تعاني منها المرأة في الإسلام، ولكن في هذه الفيديو باش نتكلم من جانب آخر أكثر واقعي. أنتم تعرفوا اليوم العالم أجمع يحتفل بعيد المرأة إلا المسلمين، وتنقول مسلمين هوني اللي يطبقوا إسلامهم بالطبع، خاطر هناك مسلمين بالاسم يقولوا اللي هما مسلمين ولكن ليس لهم أي علاقة بالإسلام. إلا المسلمين ما يحتفلوش بعيد المرأة، لماذا؟ لأن يعتبروا دينهم وديولوجيتهم وعقيدتهم هي الوحيدة الذي منذ 1400 سنة رفعت المرأة وكرمتها. حتى إن المسلمين يتباهون، يقول لك القرآن، إن القرآن فيه سورة اسمها النساء، وهذا أكبر دليل بالنسبة ليهم إن الإسلام والقرآن كرم المرأة. هنا نرد عليهم ونقول لهم: في القرآن فما سورة البقرة وسورة العنكبوت، هل يعني أن الإسلام كرم البقرة وكرم العنكبوت؟ لأنهم مع الأسف يجهلون دينهم وما يعرفوش اللي أسماء الصور ليس من القرآن وإنما وضعت من بعد. المهم لا أريد أن أدخل أنا كيف الإسلام أذل المرأة وجعلها نصف المجتمع وجعل الرجال قوامون على النساء وجعلها
إنسانة يجب حمايتها ويجب مراقبتها ويجب نقلها من سلطة الأب إلى سلطة الزوج، وإنها جعلها كائن نجم نقولوا احنا من درجة ثانية في المجتمع كالطفل. يعني نعرف هذا، يعني هذا كل معناتها شفناه في الفيديوهات نتاعنا. انا لا اريد ان اتكلم من ناحية الشرعية كيف الاسلام اذل وحقر المرأة كما كثير من الاديان الاخرى حقرت المرأة، ولكن الاسلام يواصل الى هذا اليوم على تحقير المرأة واهانتها، ولكن معناتها وفوق هذاك الكل يظن انه كرم المرأة. هذه هي المصيبة، يعني المصيبة ان الواحد يجهل انه جاهل، والمسلم اذل المرأة ويجهل انه اذل المرأة، بل يؤمن ويتصور ان الاسلام رفع المرأة واعزها كما يقول بعض الإخوة رفعها فوق المشانق. المهم اليوم ما نحبش نتكلم كما قلت لكم من ناحية شرعية، ما نحبش نتكلم من ناحية شرعية، وإنما أتكلم من ناحية الواقعية. فهمت؟ أنا لا يمكن أن أضع نفسي سفير ولا أي رجل يستطيع أن يتكلم باسم المرأة. أنا أؤمن بهذه المسألة، صحيح أقول وجهة نظري الشخصية، ولكن أقول في نفس الوقت على المرأة أن تطالب بحقوقها، كما القول التي تقول لا تجعل نفسك عبدا لغيرك وقد ولدت حرا. فليس الآخرين أن يطالبون بحرية العبيد أو حرية المرأة، وإنما على المعني بالأمر أن يطالب بحقوقها، والآخرين يمكن أن يدعموه. أنا صحيح هوني معناتها نتكلم في هذا اليوم عن المرأة، ولكن لا أجعل نفسي لا سفير ولا متكلم باسمها، لأنها هي أدرى بالوضع متاعها وهي أعلم بماذا تريد. باش نكونوا عادلين، الظلم اللي يقع وقع ضد المرأة موجود في كل الأديان وفي كل المعتقدات، وحتى في كثير من المفكرين الذين معناتها لم ينصفوا المرأة في التاريخ وعبر التاريخ. المرأة كانت كائن مظلوم، بل أذهب أكثر من ذلك، إن الطبيعة لم تنصف المرأة لأن جعلتها أضعف جسديا من الرجل، وأعطت لها مسؤوليات كبيرة جدا منها الإنجاب وغيرها لم تكن للرجل. إذن الطبيعة بحد ذاتها ظلمت المرأة، ولكن نحن نعلم أن الطبيعة ليس دائما عادلة وليس واعية مثل وعي الإنسان. فما ياسر أشخاص يقول لك الطبيعة الطبيعة، لا، الطبيعة مانيش مجبور أنا باش نتبعها بحذافيرها، فما حاجات في الطبيعة لازمني نبدلها، مش على خاطر موجودة في الطبيعة يعني لازمني نقبلها وناخذها. لماذا أنا واعي كإنسان؟ لماذا أنا مدرك لكي أشاهد وألاحظ وأقارن وأفكر وأغير إن دعت الضرورة؟ واحنا شفنا اللي اليوم يعني في 2015 يعني القوة البدنية التي معناتها النجم نقولوا الطبيعة ظلمت فيها المرأة لم تعد مهمة. ما عادش يحتاج إنسان باش يتغلب على إنسان، لازم يكون قوي بدنيا. هناك أشياء أخرى تنجم تجعل الإنسان قوي، تنجم أنت مثلا تكون قوي جسديا ولكن واحد بمسدس يقتلك. إذا المسألة ما عادش مربوطة بالقوة الجسدية. هذا جانب من الجوانب. أنا نوريك كيفاش الإنسان يتطور والموازين تتطور والقوانين تتطور والوعي يتطور والإنسان يتطور،
والذي يقعد شادد لي في الطبيعة وما يسيبش فيها هو إنسان لا يريد أن يتطور. والأديان وقتها جات تحكي على عصرها، على وقتها، وهذا أكبر دليل على أن الأديان ليس وحي إلهي، لأن لو كانت وحي إلهي لنظرت للمستقبل. هي شنية المشكلة في الدين بحد ذاته؟ أن قوانينه تأتي لعصر معين ثم لا تتبدل، وإحنا نعرفه كما نقوله ديما، الذي لا يتطور يتأخر بطبعه. هذه مسألة باينة، كل شيء في الكون يتطور وكل شيء يتحسن، والإنسان هو في الوقت الحاضر المدرك والواعي الوحيد الذي يمكن أن يحكم على ما هو جيد وما هو غير جيد. مش على خطر الطبيعة ظلمت المرأة يعني احنا لازمنا نظلم المرأة. مثلا نضربكم مثال، كثير من المسلمين وقت نتناقش معاهم يقول لك في مسألة مثلا زواج الصغيرات، يقول لك الطبيعة عندما الحيوان يبلغ يتم ممارسة الجنس معه. صحيح، في الطبيعة عندما الحيوان يبلغ يتم ممارسة الجنس معه، ولكن هل احنا ملزومين باتباع الطبيعة؟ لا، مانيش ملزومين، لان احنا ما عندناش كان بلوغ جسدي، وانما لدينا بلوغ عقلي. الانسان تطور واصبح يفرق من بين تكوين اسرة وزواج ومن بين ممارسة الجنس. هذه حاجة. حاجة ثانية، ممارسة الجنس شيء مع إنسان في عمرك، وممارسة الجنس شيء مع إنسان كبير، يعني طفلة عمرها 10 سنين تمارس الجنس مع إنسان عمره 50 سنة، إنسانياً غير مقبول، حيوانياً مقبول، حيوانياً مقبول. مش يعني احنا مانيش حيوانات، احنا نازلين من حيوانات، ولكن احنا وصلنا الى درجة من الوعي اللي جعلتنا بشر، جعلتنا انسان. اذا هذا المبرر اللي ديما لازمنا نرجع للطبيعة ونقول هذا امر طبيعي، هذا غير مقبول، لان الطبيعة غلطة لازم تتصلح، والانسان هو المدرك وهو الواعي لكي يفرق ما يصلح به وما لا يصلح به، وما هو أفضل وما هو أقل فضل. إذن فكرة أنها الطبيعة جعلت المرأة ضعيفة جسديا، الطبيعة جعلت المرأة تنجب، الطبيعة جعلت المرأة تحيض، إذن لازمنا نحط المرأة في الدار ونخليها كان للولادة وللجنس. لا، هكاك نوليو مازلنا في مرحلة الحيوان، وإحنا كبشر كإنسانية يجب أن نتجاوز مرحلة الحيوان ونوصل إلى مرحلة الإنسانية لكي نتميز عن الحيوان. وهذه الأديان كلها التي حقرت المرأة وأذلت المرأة وأهانت المرأة كلها تغيرت إلا الإسلام، يعني رغم اللي موجودة في كتبهم لكن ما عادش يطبقوها. العالم أجمع اليوم يحتفل بعيد المرأة إلا المسلمين. علاش؟ يقول لك احنا مانيش محتاجين، احنا الإسلام كرم المرأة. بماذا كرمها المرأة؟ مش لازم يعني ندخل في التفاصيل، يعني كيف كرم الإسلام المرأة وشرع كل القوانين لإخذاعها وجعلها تحت سيطرة الرجل، بحجة أن المرأة ضعيفة وأن المرأة يجب أن تعامل هكذا، لأن إله السماء الذي خلقها خلقها هكذا لكي تضرب ولكي تهان ولكي تمسك في البيوت ولكي تراقب ولكي يغار عليها ولكي ترتدي الحجاب ولكي تكون عورة ولكي تكون ناقصة عقل. هذه كلها، فأنت إلهها الذي خلقها خلقها هكذا
ويجب الرضا والقبول. والمشكلة أن المرأة المسلمة تعتقد هذا الشيء، هذه هي المصيبة الزرقاء. المرأة المسلمة تعتقد أنها كائن ليس له أي قيمة، هذه معناتها مصيبة كبيرة يعني موجودة في العالم الإسلامي. يعني كيفاش ما ننتبهوش ليها وما نشوفوهاش؟ هنا أنا كما قلت لكم الفيديو هذه ما نحبش نتكلم من الناحية الشرعية، أما نحب نتكلم من الواقع ومن الحقيقة. خلينا نغزروا كيفاش وضع المرأة في العالم الإسلامي. في الحقيقة المظالم ضد المرأة تبدأ من الولادة. المرأة التي تولد في مجتمع إسلامي أو في عائلة إسلامية تبدأ المظالم عليها منذ الولادة. منذ الولادة تبدأ المظالم عليها. طريقة التربية، والمشكل والمصيبة إنها الأم اللي هي أقرب ما يكون لابنها هي اللي تغرس في البنت هذا الخضوع. يعني من الصغر الأم تعامل البنية مش كما الرجل، تعامل ابنتها الصغيرة الأنثى على أساس أنها يجب أن تكون خاضعة للرجل، خاضعة للأب، خاضعة للأخ، خاضعة للرجل في المجتمع. ومن الصغر ما تخرج، أنت طفلة، نسمعوها هذه، أنت طفلة، أنت مش كيما الراجل، ما تعملش هذيك الحاجة، أنت طفلة. أدخل أي عائلة مسلمة تو تشوف معنتها كلمة أنت طفلة، أنت امرأة، أنت أنثى، يخلي يغرس سواء في المرأة بحد ذاتها أنها بالفعل أقل درجة، وفي نفس الوقت تغرس في الذكر اللي هو الأخ والأب أنه سيد عليها وولي عليها. إذن المظلمة تبدأ من الولادة وتتواصل في سنين المراهقة وسنين البلوغ، وحتى مثلا في بعض الأحيان مثلا يوقفوها من الدراسة. أنت طفلة إيش تعمل بها القراية؟ تحب تخدم؟ ليه أنت طفلة وعلاش تخدم؟ علاش؟ على خاطر هذيك كلها العقيدة الإسلامية اللي يقول لك حتى الحديث يعني علمها المغزل، علمها المغزل، علمها الحاجات اللي معناتها في حدود البيت. عمركم شفت امرأة مسلمة تجي تقول لولدها يجي عاوني في الطياب، ولا يجي امسح معايا الدار، ولا يجي نظف معايا للدار؟ لا، عندنا احنا حاجة للنساء وحاجة للرجال. بنية امشي امسح الدار، يجي عاوني في تقشير البطاطا، الوليد بربشي العب مع اصحابك، ولا امشي اخذي من العطار. هذه في كل أسرة. يعني الأم بحد ذاتها اللي هي امرأة تمارس الاضطهاد ضد بنتها وتفضل الوليد على البنية. يعني داخل الأسرة تبدأ المظلمة، وداخل الأسرة يبدأ التفريق من بين المرأة ومن بين الرجل. هذه مسألة. المسألة الثانية اللي نقاوها، فهمت؟ الثقافة العامة، الثقافة العامة، وسائل الإعلام، فهمت؟ المجتمع، الحي، الحومة، التقاليد، العادات، كلها في العالم بين قوسين الإسلامي تمارس تمييز واضح وبين بين الرجل والمرأة. قاوي للرجال، هذيك ما تدخلهاش المرأة، بلاصة هذيك للنساء. في الحفلات، في الأعياد، ما نتكلمش كان على تونس، يعني تونس نسمى وتجاوزنا إلا الطبقات الإسلامية، أما في أغلب الدول الإسلامية المجتمع كامل والثقافة كاملة والتركيبة الاجتماعية تميز الرجل على المرأة.
طريقة واضحة وبينة، كأنهم زوز كائنات كل واحد وحده. يعني يعني هذه مسألة واضحة لاحظوها، حتى الإعلام، حتى التلفزة. التلفزة الجرايد كل شيء. التمييز واضح. إذن الأول هي الأسرة، يعني في الطفولة تتغرس في مخها هذه الفكرة أن هي لازمها تكون هكاك أنثى امرأة، ثم عندما تخرج للمجتمع تمشي للدراسة تمشي للعمل دائما تضطهد ثقافيا واجتماعيا وتقليديا. هذه المسألة الثانية، يعني واضحة. ونزيدوها فوق هذاك الكل القانون. القانون فهمت يميز بين المرأة والرجل. إذن كل هذه العوامل ألا تجعل المرأة عندما تكبر إنسان يعني يحس روحه في العالم الإسلامي من درجة ثانية؟ لكن المشكلة اللي المرأة بيدها، المرأة بيدها تشارك في هذه الجريمة، وعندما تكبر تواصل على العبودية، تواصل على العبودية. أنا ساعات أذهب عمدا لمواقع التعارف الاجتماعي، سواء معناتها الأجنبية أو العربية، عندما تذهب للمواقع التعارف الاجتماعي، التعارف يعني الاجتماعي، المواقع العربية، تجد تقريبا 90% من النساء عاطلات على العمل تبحث عن زوج. يعني بحثها عن زوج هو عبارة بحثها عن شغل. المرأة في العالم الإسلامي تكون تحت سيطرة أبوها اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، وعندما تريد أن تتحرر من سيطرة الأب أين تذهب؟ تبحث على رجل آخر الذي يكون زوجها لكي يسيطر عليها بطريقة أخرى. يعني في دار أبوها تنظف وتمسح وتطيب، في دار رجلها تنظف وتمسح وتطيب. أنا علاش ندخل المواقع هذية؟ باش نحاول نفيقهم شوية، باش يحلوا مخاخهم شوية. راهو الزواج أو العلاقة بين الرجل والمرأة ليس أبحث على شغالة أنا، لازم المرأة تكون مستقلة اقتصاديا، اقتصاديا واجتماعيا، لازمها تقرأ وتخدم من بعد تبحث على علاقة من أجل تكوين أسرة. مش تكون عاطلة عن العمل وتبحث على راجل يصرف عليها. هذه طريقة سهلة في الحقيقة. المرأة في العالم الإسلامي غير مسؤولة، فهمت؟ غير مسؤولة. الرجل هو اللي مسؤول، الرجل هو اللي مسؤول، الرجل اسمه هو اللي يجيب الفلوس، هو اللي يخدم، هو كذا، وهي في الدار الطيب وتجيب الولاد وتلهى بالولاد وكهو. هو هنا نتعرضوا لمظالم، هذه مظالم لازمنا نتعرضوا بمظالم ضد الرجال. يعني الرجال مظلومين هوني في العالم الإسلامي. بأي حق، بأي حق إن المسؤولية كلها تقع على الرجل؟ راهو كيما الإسلام ظلم المرأة ظلم الراجل نفس الشيء. كيما ظلم المرأة ظلم الراجل، على خاطر جعل كل شيء على عاتق الراجل، جعل كل شيء على عاتق بتاعه. وهذاك علاش نشوفوا ياسر مثلا أوروبيات يدخلوا في الإسلام من أجل أن يتخلوا عن المسؤولية. يعني الرجل هو المسؤول، هي تقعد تفرج في التلفزة، تنظف شوية، خلاص فهمت. إذا كما قلت أنا لا أضع نفسي محامي للمرأة، ولا يحق لي أن أضع نفسي محامي للمرأة، بل المرأة يجب أن تتحمل مسؤوليتها وأن تكون مسؤولة كما الرجل لو تريد حقوقها. ولهذا فهمت أنا أشوف أن التغيير يجب يكون على 3 مراحل. أول حاجة الأم اللي هي أم واللي هي أخت واللي هي زوجة، يجب تفهم رجلها
ولولدها ولبنتها انها راهي المراه كيما الراجل في الحقوق والواجبات. من التربيه نتاع الام لازمها تربي بنتها عندها شخصيه، مش تربيها ذليله ومقهوره بحجه انها انثى. اذا التغيير يجب يكون داخل الاسره. المراه المسلمه لازمها تشوف روحها، تشوف روحها هي كيفاش تعرضت للمظالم وكيفاش ما حصلتش على ياسر حاجات كانت تحب تعملها وما عملتهمش. قداش من موهبه، من موهبه نسائيه ضاعت، تلقاها عندها صوت باهي تحب تغني. ليه ليه ما تغنيش حرام وانت مراه وصوتك عوره وكذا وكذا وكذا. هذاك علاش ما عندناش مبدعين لا في المجال الفني لا في المجال المجالات العلميه لا شيء. علاش؟ على خاطر نص المجتمع يتم قهره بحجه الدين، بحجه انك انثى، بحجه حرام، بحجه كذا. هذاك علاش ما عندناش مبدعين. قداش من وحده كانت يمكن تكون ما نعرفش انا تصل الى الشهره العالميه ويتم قصفها باسم الدين وباسم انها امراه وتكمل حياتها كما بداتها تحت سيطرة ابوها، توفيها تحت سيطرة رجلها. من بعد وقت تعرس ما تنجمش تطلق وكان جابت الاولاد تقعد ذليلة حياتها كاملة وتضيع حياتها كاملة. علاش؟ باش ما تخرجش على المجتمع. هذه مسألة مهمة جدا، يعني لازم الأم اللي هي أم وأخت تعامل خوها كيفها كيفه وتفهم رجلها وتفهم ولادها باش يكون فما هناك عدل بين المرأة والرجل. هذه المسألة الأولى. صحيح المرأة وقت تكون صغيرة ما تنجمش يعني تتمرد لو معناتها تم عليها ضغط من طرف أمها وعائلتها، لكن وقت توصل لمرحلة من مراحل المراهقة والبلوغ يجب أن تتحرر، مش تواصل على العبودية هذيك بحجة بر الوالدين. أنا بر، أنا نقضي على حياتي كاملة، فهمت؟ نقضي على حياتي كاملة، يعني المرأة تقضي على حياتها كاملة باش ما تخالفش والديها. شنو هو التفكير هذا؟ في الحقيقة هذا موضوع بر الوالدين لازم يكون عنده فيديو وحده، لازمني نعمل فيديو على بر الوالدين والمفهوم الإسلامي اللي هو مفهوم معناتها يدمر مجتمعات. أشخاص دمرهم تحت حجة بر الوالدين. في الحقيقة أنا أكثر واحدة تتعرض للسب في المجتمعات الإسلامية أعرفها أنها حرة، يتهموها ويقذفوها ويقولوا عليها بيها وكذا 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 وكذا. في العالم العربي الإسلامي بين قوسين المرأة كل ما تثبت وجودها كل ما تتهم وتقذف وتلعن وتسب، فهذاك دليل على انها حرة. هذا مقياس انا لاحظته. الرجل في العالم الاسلامي كل وقت يشوف المرأة تطالب بحقوقها وتتكلم يقول عليها كذا وكذا 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 وكذا. اذا النساء ما تخافوش، خليهم يقولوا، خليهم يقولوا. المرأة بأي حق يجي بوها يقول لها وقف القراية، ولا يجي يقول لها علاش تخدم، ولا علاش تمشي تخدم بعيد، ولا علاش تسكن وحدك، ما يخليهاش. لا، المرأة لازمها تطالب حقها، وإن اتهمت من المجتمع، وإن لعتت، وإن سبت، وإن لعنت، وإن نكرها أبوها وتبرع منها، خليه يتبرع منها، المهم تعيش حياتها، خليه يتبرع منها، هي وبعد. المهم تعيش حياتها يا سيدي، خليها تغلط وتتعلم، علاش تقهرها وتظلمها؟ هذه المسألة الثانية. المرأة هي لازم تطالب حقوقها، وقت توصل لعمر معين لازمها تطالب بالحقوق متاعها ولازمها تعمل اللي تحب عليه هي. يمكن تاخذ نصيحة أبوها، ومش يعني معناتها تتعارك مع أبوها وتسبه، لا لا مش هذا يا راهو، لا لا مش مش. فما بعض معناتها بعض الاشخاص يقول لك معناتها
تمشي تسبوها وش يهمك فيا. لا لا كل احترام ابي بو، معناتها انت ابي انا احترمك وعلى عيني وعلى راسي، ولكن انا نحب نشوف حالي، نحب نبني مستقبلي. انت بنيت مستقبلك وجبتني، انا نحب نبني مستقبلي، لازم تعطيني فرصه باش نمشي نقرا على روحي، باش نمشي نخدم، باش نستقل، باش نولي مستقله ماديا واجتماعيا، باش حتى عاد نجي نبني اسره، نبني اسره على قواعد سليمه، مش نبني اسره على اساس اني خدامه. قلت لكم 90% من اللي فركسوا على رجال في العالم العربي الاسلامي هما معناتها بنات فاشلات في حياتهم، ما همش قاريات، ما همش مثقفات، يعرفوا يطيبوا. شو تجي تشوف تقرارها، انا احسن الطبخ، فهمت، اعمل معناتها ربة بيت، هذه خدمة. شبيني انا مثلا باش نجي باش نجي نعرس ولا باش نبني اسره نفركس على خدامه ولا على ماكينه ولاد؟ يا اخي العلاقه، العلاقه بين الرجل والمراه راهي، وهذا معناتها موضوع اخر زاد فهمت نتكلموا عليه، ماهوش كان انجاب اولاد، راهو عنده ياسر جوانب. المهم هذه النقطه الثانيه، انها المراه واليوم في عيد المراه، المراه في العالم العربي الاسلامي لازم الطالب حقها في الدراسه، حقها في العمل، حقها في السكن، حقها في اختيار الزوج، حقها بان تكون حره، حقها في السفر، حقها في ان تتزوج ما تريد، حقها في الارث ان تكون متساويه مع الرجل، حقها ان ترتدي ما تريد. هذه كلها حقوق مش موجوده في العالم العربي الاسلامي تحت مظله ما يسمى العرف الاجتماعي والتربية العائلية. هذه النقطة الثانية. أما النقطة الثالثة هو الإعلام. مع الأسف الإعلام والمثقفين، المثقفين بتاعنا يشاركوا في هذه الجريمة، مع الأسف يشاركوا في هذه الجريمة، تلقاه مثقف وقاري ويتكلم لك على حقوق المرأة وكذا وكذا وكذا، وتلقاه مضطهد مرته ومضطهد بنته ومضطهد أخته بحجة ماذا؟ فمن بعض المثقفين تكلمت عليهم، تكلمت يعني معاهم، تقول له علاش أنت تعمل هكاكا متؤمن بالحرية؟ يقول لي لا المجتمع فاس لازمني نعمل هكاكا، فهمت؟ على خاطر كان ما نعملش هكاكا تو يقولوا عليها ويقولوا عليها ويقولوا، تي خلي يقولوا عليها، ما يقولوا مرة وزوز وثلاثة ومن بعد ينساو. إذا هنا مسألة المثقفين اللي ما عندهم حتى شجاعة، مع الأسف احنا المثقفين بتاعنا في العالم العربي الإسلامي صفر، يعني في عوض يطوروا المجتمع بتاعهم ويقولوا أفكار جديدة ويحاولوا يبدلوا المجتمع بتاعهم، لا يسايروا في المجتمع بتاعهم. كما آخر مرة بعد حكاية شارلي، يعني نسمع في معناتها اللي هو زعما يعتبر مثقف توفيق بريك يقول لك انا مسلم، فهمت، واتشرف، يعني هي ثقافه. اذا علاش علاش يقول لك لما ذاك زعما زعما باش يبقى محبوب من العامه؟ شوف الجهل والتخلف، وهو يعرف 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 اللي هذيك حريه فكر، وهو بيدو اضطهد من اجل فكره، ولكن وقت يجي محمد لا وعلاش يعملوا هكاكا وهذيك مش حرية فكر، لا حرية فكر هذيك، فهمت؟ أما هو مع الأسف فهمت يعتبر مثقف مزور منافق. أنا قلتها في أحد المقالات، قلت كل مثقف لا يصارح شعبه بالحقيقة ويسيره فهو مثقف منافق، وأشك في ثقافته وفي وعيه. إذن الطبقة المثقفة كما هو الفيوسف وغيرهم 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 الطالبي وجميع كل وغيرهم حتى في العالم العربي الإسلامي، يعني يسايروا في المجتمع متاعهم، يعني يزيدوا يبنيوا في هذاك الجهل والتخلف المركب في المجتمع متاعهم. معناتها شوف دول المثقفين في أوروبا وقت عصر النهضة كيفاش معناتها خالفوا المجتمع متاعهم وطوروا المجتمع متاعهم، يعني قالوا للمجتمع بتاعهم انتم غالطين في هذه المسألة وغالطين في هذه المسألة، وصحيح تم معناتها
كما نقولوا احنا تحقيرهم وبعضهم تعرضوا للمشاكل، ولكن التاريخ انصفهم، غيروا مجتمعهم كامل. بينما المثقفين بتاعنا مع الاسف فهمت مثقفين جبناء حقيرين يسيروا في المجتمع بتاعهم من اجل مصالحهم الشخصيه، انانيين. إذن هنا الاعلام، الطبقه المثقفه الشجاعه الجريئه التي تريد ان شعوبنا تنتقل الى مرحله الحضاره وتشارك البشريه في انسانيتها، لزمهم حتى ولو كلامهم يخالف عامة الناس، ولو حتى يتم اتهامهم، لازمهم يتكلموا ويعبروا ويتكلموا على حقوق المرأة وحقوق الرجل، لأن احنا في العالم الإسلامي ما عندناش مظالم ضد المرأة، عندنا مظالم ضد المرأة وضد الرجل وضد الطفل وضد الحيوان وضد النبات وضد الطبيعة وضد كل ما هو موجود في الأرض. راهي مصيبة زرقاء، مصيبة. وهذا التحرك الإعلامي الثقافي سوف يؤدي إلى تغيير القانون. القانون اللي في تونس ما يحشموش للذكر مثل حظ الأنثيين في الورث. المرأة ما عندهاش الحق تعرس إلا بمسلم. شنو هي التخلف هذا؟ شنو هي التخلف؟ رانا في 2015. كيفاش المنظمات اللي تدافع على حقوق الإنسان وعلى حقوق المرأة وعلى حقوق الإنسانية لا يطالبون بالمساواة في القانون، في الدستور؟ هذا لا يمكن أن يتغير الدستور كان الطبقة المثقفة والإعلام لا يتحرك، المنظمات هذه والجمعيات لا تتكلم وتغير المجتمع من أجل تغيير هذا القانون. إذن هذه هما ثلاثة نقاط، يعني الأم وفي الأسرة لازم تتبدل النظرة، في المجتمع فهمت ومعناتها لازمها تتبدل النظرة، والإعلام الذي والطبقة المثقفة لازمها تتكلم باش يتبدل القانون. وهنا يمكن نقول احنا نمشيو في الطريق السليم من أجل حرية ومساواة وعدالة تجعل المرأة والرجل فهمت في نفس المرتبة كإنسان، كإنسان. وهذا الكل لا يمكن أن يقع كان المرأة لا تعي إنها مضطهدة وتواصل على الاضطهاد اللي تربت عليه واللي يلزمها به المجتمع ويلزمها به القانون. تمردوا فرادى وجماعات، تمردوا وغيروا المجتمعات نتاعكم. نظن الفكرة واضحة في هذا اليوم 8 مارس 2015، ونواصلوا الفيديوهات متاعنا، ورانا مانيش باش نتوقفوا فهمت، وباش نرجعوا للفيديوهات كما العادة كل أسبوع، ونحاول نجم نعمل مرتين في الأسبوع، نعمل مرتين في الأسبوع. وشكرا، ومع فيديو قادم، وبالسلامة.